لدى استقبال سموه لرئيسي مجلسي النواب والشورى وعدد من رجال الفكر والصحافة وكبار المسؤولين، فقد عبر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر عن الفخر والاعتزاز بما تحظى به البحرين وطنا وشعبا بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، من تكريم وتقدير يعكس النظرة الإيجابية لدول العالم ومنظماته لإنجازات المملكة ونجاحاتها. وقدر سموه عاليا المشاعر الطيبة التي أبداها المواطنون تجاه فوز سموه بالجوائز التقديرية الأممية والدولية، مؤكدا أن ذلك مصدر فخر واعتزاز لسموه. وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل صباح اليوم بقصلة قضيبية معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب، ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وعددا من كبار أفراد العائلة الملكة الكريمة والوزراء والنخب الفكرية، وعددا من رؤساء تحرير الصحف اليومية. وخلال اللقاء أشاد الحضور بجهود صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وإسهاماته في المسار الحضاري والتنموي لمملكة البحرين، مؤكدين أن فوز سموه بالجوائز التقديرية الأممية والدولية ليست بكثيرة أو كبيرة على سموه، لأن إنجازات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في كل مجال تحتاج إلى تكريم. من ناحية أخرى، فقد أثنى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على دور الصحافة الوطنية وإسهاماتها في تنوير الرأي العام ونقل نبض الشارع البحريني، مشيدا بالتزامها بالقيم الوطنية البناءة، ومؤكدا حرص سموه على رعاية واحتضان الصحفيين والإعلاميين والمبدعين في كل مجال وحماية حقوقهم الوظيفية.